بسم الله الرحمن الرحيم. ضيافة نادي مرحبا الرياضة المائية والكاياك صادق مياه في مدينة تونس، كنستضيف النائب الرئيس هذه الجمعية السياسية والجمعية اللي تخصص في هذه الرياضة المائية. خير كريم تبارك الله عليك. مرحبا بك. تكلمنا شوية على جمعية مرحبا بالتأسيس ديالها في وقاش، ويعني وعدد المنخرطين والسؤال الأخير على الجمعية هو الآفاق المستقبلية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على الزيارة هذه. نادي مرحبا للرياضة المائية اللي هو نادي رياضة جديدة في المدينة ديال العريش، وما نقولوش فاتية لأن البداية كانت منذ 26 يونيو 2016 كانت علاقة أولية ديال النادي، ومن بعدها النادي خدا مجموعة ديال التطورات على مستوى اللوجيستيك، على مستوى الماتريال، على مستوى المعدات، لأن الرياضة ديال الكانو كاياك مكلفة، والحمد لله حنا حاولنا نطوروا، يكون عندنا الكانو، يكون عندنا الكاياك، يكون نديروا الفوال اللي مدى. حاليا دابا بدينا كندخلوا الرياضة الإلكترونية الجيت سكي، يكون عندنا حاضر، نعطيو فيه دروس. الرياضة مهمة بالنسبة لنا لأن عندنا ثروة كبيرة، عندنا الواد، عندنا البحر، عندنا بزاف ديال المؤهلات الغابة، يعني بزاف المؤهلات ممكن تعطي حلة كبيرة. وأنا كنعرف واد لوكوس عنده واحد تاريخ كبير، يعني مكسوة تاريخ كبير، الرياضة أبدي أبدي للأسف من أجل. إذا حنا عندنا برنامج، هذا العام برنامج السنوي كما كان العام من الفايت، كنشتغلوا على الميني وعلى الجينيور، يعني كتكون تدريب من يوم الاثنين الى حتى يوم الخميس في العام 10 صباحا الى الرابعة مساء. وهذا البرنامج عملناه مرافقة للاطفال، مرافقة للمنخرطين ديال النادي، باش تكون واحد الموازات، لان كنعرفوا الظروف العملية ديال الاولياء الامور ديالهم في الصيف، باش نجازيو هاد التلاميذ وهاد الطلبة ديالنا اللي كينجحوا. كنديروا برنامج من الاثنين الخميس من 10 حتى 4 العشية، فيها تدريب، انشطة، فيها كاياك، فيها كومبيتيسيون، فيها بزاف ديال الاشياء، فيها تعروض نظرية وتطبيقية اللي كنقولوا كنفيدوا بهم الطروبية الفتية والشباب من اجل يحبوا ويعشقوا هذا النوع ديال الرياضات اللي هي رياضات جديده علينا في الساحه. شحال من منخرطين حاليا؟ دابا كاينه 46 منخرط، والعدد في الزياده. الموسم اللي فات كنا وقفنا في 80 منخرط. نعم. حاليا بقى عمليه ديال التسجيل بقى مفتوحه. نعم. اللي شفت خصوصا السنه الفريطه قمتم بعده انشطه ومخرجات، وكنت معكم توقفات كنت مشينا لدايه عندنا منتجيه، ويعني وديك المنخرطين السبت وديك اليوم الدراسي ويوم الاستجمام في المسبح الى اخره. المهم وتوف كما لاحظت بان وفود بعض الجمعيات من خارج مدينه العرائس كتزوركم وكتقدم معكم، يعني بطبيعه الحال شنو انفتحتوا على جمعيات اخرى؟ هذا في اطار المخطط اللي وضع السيد الرئيس نور الدين قرين، لاننا الرياضه تزيد تنفتح على مستوى جهه طنجه تطوان، اللي هو هذا الحلم ديالنا والسبوار ديالنا نشوفوها في الجهه زيد تنتشر اكثر. كاين دليل ان جوج ديال الفروع ممكن غتفتح باسم مرحبا على مستوى مدينه طنجه اللي غيشتغلوا في وادي الدار، وعلى كذلك مستوى مدينه تطوان اللي غادي يشتغلوا الاخوان في الدار. هذه بادره طيبه لان حنا حاولنا نفتحوا. بالنسبه للناس ديال المخيمات، حنا كنعرفوا ان المخيمات كل مخيم كتكون عنده واحد الزياره، كيكون عنده واحد الخرجه داخل البرنامج ديالو. حنا هذا الفضاء فتحناه في جميع المخيمات، امام جميع المخيمات اللي متواجده في جهه طنجه تطوان الحسين، على اساس يلتحقوا بينا. هنا كتكون انشطه تربويه، انشطه رياضيه، انشطه ترفيهيه، اضافه الى انشطه ديال الرياضات المائيه مع الاطفال. وفي نفس الوقت كنعطيو هذه الفكره ديال الرياضات المائيه للاطفال اللي كاينين في النشئه لبناء المخيمات. ومن هذا المنبر كنرحبوا بجميع الفاعلين، بجميع الجمعيات، المجتمع المدني اللي هما كيزورونا وكيديروا معنا واحد الدور كبير على المستوى التربوي، على المستوى البيئي، على مستوى التكوين والتطوير واحد المجموعه ديال الفتيات والشباب. بحال العام اللي فات تنخرط بعض الاشغال باش بعض يعني المطاعم وبعض المرافق الصحيه تكون موجوده، وللاسف تخوات.